السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا متابعي قناة الزرع فوق الأسطح. أول ما شفت المنظر المبهج ده إن أنا بتتصبر أذن فيل قلت لازم أنا أصورها لكم. شايفين ما شاء الله كل دي خلفات. تعالوا أقول لكم أنا عملت إيه بقى، تعالوا أقول لكم هنعمل إيه. أول حاجة جبنا كوبايات خرمناها، هنحاول نشيل حاجات زيادة دي احنا لو زرعناها تمام تطلع جنبها. طبعا هنشوف النبتة الكبيرة فيهم اهي وهنشيلها ونروح اهي هتطلع علينا كده تمام. ادي واحد ادي التانية. اهم حاجة ما جبتش واحده زي الصغيره دي واشيلها واقول تكبر تمام. اصبر عليه عادي، اصبر على الاثنين التانيين تمام. زي ما حضراتكم شايفين اهو هنشيل من هنا ورقه او ورقتين ونسيبها كده ونروح جايين حاطينها بالشكل ده تمام. اهو هنشيل من هنا ورقتين ما شاء الله. الجو والله بيندع يعني واحنا في الشتاء في الصيف كده في اوائل الصيف اهو. وبعد كده نقوم بعملية السقاية. كده بقى عندي كام شتلة، شتلتين جداد من نبتة اذن فيل. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله.